سلام، اليوم باش نحكي على موضوع اضطراب ما بعد الصدمة. بالإنجليزية نعرفوه بالـ PTSD، Post Traumatic Stress Disorder. بالفرنسية نعرفوه باسم Le Stress Post-Traumatic. وش هو هذا اضطراب ما بعد الصدمة؟ DSM-5، دليل التشخيص والإحصاء للأمراض النفسية والعقلية، يعرفوا كاضطراب تابع لكاتيجوري تاع القلق والقلق الشديد. هذا الاضطراب ينتج بعد تعرض الشخص لحدث صادم فعل عنده شعور الخوف والقلق الشديد، مثلا شجار، اعتداء، حادث مرور، حادث سرقة، كوارث طبيعية كما الزلزال اللي صرا عنده مدة، حروب. أعراض اضطراب ما بعد الصدمة: حالة هلع، قلق شديد متواصل، استرجاع الحدث الصادم بطريقة لا إرادية، اضطرابات نوم، أرق، كوابيس، خفقان قلب، رعشة عند التفكير في الحدث، تعرق بارد، زيادة في الحساسية، بكاء هستيري، عصبية، عدوانية، الإحساس بالعار، انعدام الثقة، إحساس بتأنيب الضمير. هاد الأعراض تمس الإنسان اللي عاش الحدث الصادم وحتى الناس اللي كانت شاهدة على الحدث الصادم هذا، يعني ما كانتش معنية بالأمر هي شخصيا. في الغالب الإنسان اللي يتعرض للحدث الصادم رايح يتفادى مكان الحادث ويقدر حتى يتجنب الحديث عنه، وهذا كامل ما لازمش يصير. ما لازمش الإنسان رايح يتفادى ويتجنب الحديث، لأنه هادو آليات دفاعية لا شعورية يوضحهم الشعور باش يحمي الأنا من التفكك، باش يحمي الإنسان من هول الصدمة ومن التوتر، باش يجنبوا هذاك الإحساس السلبي تاع التوتر والاضطراب هذاك اللي يحس به من بعد الصدمة. ومن بعد نحكي لكم علاش كيفاش يقدر يحكي على الحدث هذاك وكيفاش يقدر حتى يروح للمكان، لأنه راح نركزوا على العلاج بالمواجهة أبخي كل مدرسة والتقنية المستعملة معاها. علاش هذا الاضطراب يسمى باضطراب ما بعد الصدمة؟ لأنه في وقت الحدث الصادم وتحت تأثير الخوف والقلق الشديدين، الشعور رايح يعمل في صالحنا، يعني كل ما في وسعه باش يحمي الأنا من التفكك وباش ينقد الشخص المعني بالأمر. تلقى الإنسان عند تعرضه لحدث صادم تلقاه بلا ما يفكر رايح يتحرك بهدف النجاة، يعني رايح يتفعل عنده لو ريفليكس دو سورفي اللي يهمه هو النجاة تاعو. مرات تلقاه يعمل حاجات تقول كيفاش تصرف التصرف هذا، حتى هو كيف ما يريحش يتذكر كيفاش تحرك، كيفاش تصرف، وش عمل باش ينقذ نفسه باش ينقذ الآخرين، لأنه كأنه العقل تاعو كان مخدر في الوقت هذاك، ما يحسش. من بعد يحس الأولوية هي النجاة أو حماية ذاته، ومن بعد يمنعش. من بعد ما يخلص الحدث الإنسان يركح ويبدأ عقله يعمل، يحبس هذاك التخدير، يرجع الإنسان لحياته العادية ويرجع عقله يسترجع المشاهد اللي تعرض لها. وهذه الحالة تاع استرجاع المشاهد واضطراب ما بعد الصدمة تصير في الغالب بعد مدة من الحادث، يقدر يكون أسابيع، شهور، ومرات توصل حتى سنين. اضطراب ما بعد الصدمة يأثر بزاف على نفسية الشخص المعني بالأمر، ويأثر تاني على محيط الشخص.
الاضطراب هذا يقدر تاني يرجع الإنسان المعني بالأمر اللي عاش له هذا الحدث الصادم واللي تعرض لإضطراب ما بعد الصدمة، رايح يرجعوا ضحية لمحيطه، خاصة إذا محيطه ما عاش نفس الحدث الصادم. ويقدر يكون المحيط عاش الحدث الصادم لكن ما شعرش بنفس الدرجة بالخوف وبالتوتر اللي شعر به الشخص الأول، لأنه هذا كل واحد وتركيبة شخصيته، كل واحد وترجمتهاش هذه كل واحد وقدرته على التحمل ومستوى توتره. إذا لم يتم أخذ الأمر بعين الاعتبار تقدر الحالة تتفاقم، لهذا بزاف يوقعوا في اكتئابات، وللأسف كاين حتى اللي يوصلوا يوضعوا حد لحياتهم باش يوقفوا معاناتهم النفسية. الـ EMDR بالإنجليزية Eye Movement Desensitization Reprocessing، بالفرنسية Desensibilisation et Traitement par les Mouvements Oculaires، بالعربية تقنية إزالة الصدمات عن طريق حركة العين. هي تقنية نستعملوها وبكثرة مع الناس اللي يعانيوا من اضطراب ما بعد الصدمة. يعني العلاج النفسي مهم جدا هنا، خاصة من عند أخصائي يستعمل تقنية الـ EMDR هذه. التحدث مع إنسان يفهمك ويقدر وش عشته، التفريغ النفسي تاني عن طريق الكتابة تقدر تساعدك. المرة الجاية نحكي لكم على تقنية الـ EMDR بالتفصيل. ما تنساش دعم قناتي بلايك تعليق، وإذا ما راكش مشترك غير اشترك معنا، ما راحش تندم. كانت معك نرجس، سلام.